لو في عندكم احفاد او اطفال او حتى لسه اللي هم في سن النمو السريع اللي هو المراهقه هاتوهم، بحيث ان احنا هنتكلم بصدق جدا معاهم عشان نوصل لحل جميل جدا ما فيهوش اي تعب لهم، بخصوص حاجه اسمها قوه الانضباط. هي كلمه مش واضحه قوي بالنسبه لكم، بس عشان اعرف قوه الانضباط لازم اعرف عدم الانضباط اللي هو ايه. مين اشاور عليه كده واقول لا ده غير منضبط؟ ها اللي هو بيسوح بالعربي كده، نحط له جدول مذاكره يسوح، نحط له جدول صلاه يسوح، نحط له حتى جدول تعاون ما بينه وبين امه او اخواته يسوح. فبنتهيأ لنا ان هو مكبر دماغه. الكلمه دي معناها ان هو غير منضبط. ازاي احول الشخص اللي غير منضبط ده الى منضبط؟ بحاجات بسيطه جدا الام هتظبطها. وليه انا قلت الام؟ جبت لكم صوره قبل كده، الام ماسكه كده معلقه، ماسكه كده كتاب، ماسكه كده مسطره، ماسكه كده، يعني هي ماسكه الدنيا كلها، ام مدرسه للطفل. مهما كانت حتى لو كانت عامله او غير عامله، هي ده المفهوم بتاع الام. الا اذا الموضوع اللي انا قلته لكم قبل كده اللي هو زواج القاصرات، ان طفله هتجيب لنا طفل، فهي لسه اساسا ما اكملتش تربيتها ولا فقد الشيء لا يعطي. فهتكون النتيجه ان هي فشل تام في المجتمع وفي الاسره وفي كل شيء. ان في طريقه لطيفه جدا علشان الام تخلي ابنها او بنتها يصلوا، غير ان هي في الاول وفي الاخر هي قدوه هي والاب. يعني انا اوتوماتيك لو طفل وهشوف بابا وماما بيصلوا حاجه من غير ما هقف جنبهم، هعمل نفس الحركات من غير ما اقول حاجه. صح. دي واحد كده، نمره واحد. انا بقى عايزاهم يستمروا الى الحاضر، فدي اسمها قوه الانضباط. ونحوله من غير ملتزم الى ملتزم. ليه انا ملخصه كده؟ عشان ما اخدش وقت، عشان اقدر اكمل في الحاجات التانيه اللي هي اسمها ايه؟ التغذيه الاقتصاديه. الله يبارك فيك. فهنقول الانضباط ده مبدا لايه؟ للنجاح. كل ما زود كميه الانضباط اللي عندي، كل ما النجاح هيزيد، كل ما هبقى حققت اهدافي. وبعدين حابه ان انا اغير عقليه اللي قدامي. لازم تيجي مش بالضرب. انا بشوف الامهات بيضربوا بالشبشب والمكنسه والقلم وايد المكنسه. هم ما قريوش اللي جوه انا عن نفسي عمري ما وديت ايدي على عمري والله يا بنتي ولادي، وهي الحاجه مهيمنه ايه، واكيد معظم الحاجه ما شاء الله كان يعني الناس بيضرب. اللي هي حريصه على نفسيه ولادها هي ما بتمدش ايدها عليهم. أيوة. بتتبع اساليب ثانيه خالص. صح. ممكن حتى تبقى مشتقه من الغرب. ايوه، يعني في حاجه اسمها عقاب التانترا. أيوة. الطفله تفضل تتمرمغ لك كده في الارض. أيوة. عشان تحقق لها اللي في صح. فباخدها من ايدها، بس قبل ما باخدها من ايدها بدخل انا الاوضه اتاكد لا فيها شباك ولا باب ولا سكينه ولا مقص ولا ابره ولا اي حاجه ولا كرسي تطلع عليه وادخلها. وبعدين اقول لها حبيبتي لما تخلصي عياط خبطيها، هي مره مش هتتكرر. دي حاجه بتتعمل كانت في انجلترا. جميل. وطبعا هي اتعممت، وانا انصحكم بدل ما نضرب ولادنا احنا نعمل كده. العقاب بالطريقه دي ان انا ودني ما اسمعش. تقول لها كده كمان انا سمعت ايه؟ مش بسمع اللي انت بتعمليه. خلاص. ف هتفق مع الشخصه دي اللي هي ممكن تبقى بنتي او ابني او اي حد يهمني، ان في حاجه اسمها عنصر المكافاه. هتعملي كذا هاختك اوديك. صح. لابن عمتك هجيب لك باكل شوكولاته، هنتفرج على الماتش سوا، هنعمل كذا، هنسوي كذا. مكافئات متنوعه ومتغيره، ما ينفعش هي تبقى نفسها كل مره. وبحط خطوط اهو عشان دي بتفرق معايا، عشان ما يوصلش للملل. المكافاه متغيره ومش لازم تبقى غاليه، بس لازم تبقى متغيره. وبعدين اقضي وقت، اخليه يقضي وقت او اخليها تقضي وقت في التربيه الذاتيه. يعني ايه التربيه الذاتيه؟ يعني الحاجه اللي بتسعدني. ان كنت بحب الرسم ارسم،
احب اسمع موسيقى، اسمع اصلي ركعتين في السحور، بقيت في السحور ماشي كده في السحر يعني السحر. يعني الحاجه اللي تريح نفسي، الحاجه اللي تبني لي نفسي، بحيث قدام شويه عديت بقى السن ده، قدام شويه هتبقى مهارات، المهارات دي ممكن تغير مجرى حياه الشخص تماما. يعني لو هو اكتسب مهارات غير التعليم الاساسي بتاعه، ممكن يشتغل شغلة احسن من الشغلة اللي هيشتغلها بالشهادة بتاعته الجامعية. فهمتوني؟ عشان كده انا عايزاكم تبدأوا هذا من الصغر اللي انا بقوله ده، وانا قلتكم طبقوها، طبقوها في القراءة، اخلي الشخص ده يقرأ باستمرار الحاجة اللي هو يحبها، نخليه في الصلاة يداوم على الصلاة بنفس الطريقة دي اللي هي المكافأة المتنوعة المتغيرة وتربية الذات والعمل الصالح. اهو خد يا حبيبي ادي دي للمحتاج ده. جميل. درس عملي، مش احنا على فكرة هنعمل كذا ولا هنسوي كذا، اتربطت في دماغه خلصت. وبعدين احاول اقلل الضغط العصبي عليه. هو الشخص ده ليه انا بيهرب مني كده؟ ليه كل ما بيكملش حاجة؟ علشان هو عنده جوه سلبيات، انت عصبية يعني. ممكن ان انتوا مش فالح، انت سقطت، مش عارف، انت نقصت نص درجه هنا، انت مش عارفه ايه هنا، تحبيته، سلبيات تؤدي الى الاحباط. بس مش عايزه اوصل انا احباط واكتئاب، احنا ما بنوصلش للمراحل دي.